اول طبعا كيس مش هنحطها لان هي سهله جدا. خلاص المفروض ان احنا هنبدا نطبق. كل واحد لو مش فاكر البروتوكول بتاعه هنلاقيه في الدوسيه معايا. عاوزين البولانتين دكتور وقف دكتور دكتور ايه دي حتى كده سبورت لما انا هنحضره. ماشي. كل اوضه.
وليه؟ يا جماعه فول تيرم او بري تيرم مش كرايتيريا، دي زي ما احنا مش كرايتيريا ايه، دي اليجيبيليتي كرايتيريا، يعني انا ضمن الناس اللي ممكن استفيد من العلاج ده ولا لا. خلاص بعد كده بشوف انا هستفيد من العلاج دوت ولا لا. خلاص ماشي، يبقى انا عندي ده فول تيرم، قصدك ان هو اليجيبل للهايبوثيرميا، يعني لو انديكيتد هديها لك. ماشي، وبعدين الاكل سكول بتاعه 347. ايه طب انتوا شايفين ان ده كرايتيريا ايه؟ عشان نعمل له متابعه، وبعدين حطينا المفروض ايه جي، وده احسن مسار تعمليه في العيان الجري كيس اللي هو البي اتش بتاعه 7.05، البي سكسس بتاعه خلاص يعني هو ماينس 15، وانت في الحد بتاعك ماينس 16، ويمكن لو عملتيها كمان نص ساعه كان، او يمكن لو عملتيها بدري شويه كان بقى ماينس 18 وكان تنطبق عليه الكرايتيريا. فده معناه ان انا عندي حاله جري، يبقى كل اللي انا عملته يا جماعه بليز بليز مش عاوزين كده. البري كيس ده معناه ان عيان محتاج فولو اب، لانه يا اما هيمشي يا بلاك يا اما هيمشي وايت. خلاص طيب عملنا له طلع التريس، حتى قررنا التريس كده، ايه رايك؟ ها قول يا دكتور. بيرس سبريشن ده معناه ايه؟ معناه فيري ابنورمال، ده فيري ابنورمال، من اسوء التريسز اللي ممكن تشوفها على عيان. على فكره الايزوليكتيف ده الاكستريم فورم بتاع الالبرت، احنا بالورقه والقلم المعيان ده ما يتسقعش لان هو مش جايب بالظبط كرايتيريا ايه، لكن الفكره ان دايما انا بس حطينا الحاله دي عشان تبقوا عارفين ان الحياه عمرها ما بتبقى يا ابيض يا اسود. الاكسبرت اوبينيون بيبقى مهم في حاجات كتيره، الانيشيشن اوف كولينج بتاع البريك كيسز، او حتى ان احنا نوقف كولينج بتاع عيان ما كانش فولفيلنج بالظبط، او حتى عيان بعد ما سقعناه لقينا ان هو اصلا كويس ومش محتاج يتسقع. خلاص دكتوره سلمى قلنا العيان ده عيان عنده منطق ده فارفور، وجايه في ارض عندها تندرس، حد بيقول كده عندها تندرس كار، عندها يعني بريفيس سيزيريان سكشن، وبعدين فجاه جالها مس بليدنج وانتنس بين، معناه ان هي دخلت في ايه؟ يوتراين هيموريج، يوتراين رابشن. ماشي تندر سكار، وبعدين المذر راحت للامرجنسي للاوبريتنج روم وعملت سيزيريان سكشن. خلاص البيبي بقى اتولد كان في مس بليدنج، البيبي كان فاسد بس اتحسن على طول. دي البلدس بتاعته بي اتش 7.7، بيز 6 ماينس 16، النيورو اكسامينشن عنده بريموس وعنده دكتور وعنده جود مور سابلين بيبلز كويسه. 2 اورز ليتر البيشنت حصل له سيجن، تسقعيه ولا لا؟ انت عارفه ان التيم اللي قبليك يعني قال كده نفس الكلام، يا جماعه اول سبب في الاتش ار بي السيجن مش الحكايه، انت فاكرين النقطه لازم تعملها، مش ماشي. تاني نقطة لازم تعرفوها الكرينيال الالترا ساوند، لو ما عنديش فاسيلتي والعيان انديكيتد في الكولينج هبدا شود نوت ديلي الكولينج. خلاص ده كويس ان هو يتعامل بكل حاجة، لان اصلا الانترا كرينيال هيموريج زي ما احنا اتفقنا مش كومن في الفول تيرم، حاولوا تشيلوا الموضوع دوت من دماغكم. ماشي احنا اصلا بنعمل الكرينيال الالترا ساوند علشان حاجتين، نتاكد ان مفيش اناتوميكال بروبلم او ان هو في بريد فورماتي تمنعني ان انا اصلا بسقع العيان عشان اليوم ديفلوبمنت بتاعه يبقى كويس. هو عنده هو بروزنج كتير، مهما انا عملت هيعدي الاكيد ستيج بتاعت الاتش اي اف ويفضل برضه اليوم ديفلوبمنت بتاعه مش كويس. وتاني حاجه دي حاجه مهمه جدا بنعملها في الاتش اي بي ريزيستنت ايتس، رقم بنشوفه اللي هو بيقول لك البرين فعلا هايبر فيوز ولا لا، والنقطه بيبقى حوالي 27 ولا اقل من كده بيبقى المفروض ان العيان ده بروبوزز، وبالتالي فالسونار مش بيأثر على قرار الكولينج الا لو في حاجه زي ما قلت ان هي تكون العمليه العاديه من النورس والبتوع
بيمثل هاي. يعني جماعة الفاير رابش ده من أسوأ الحاجات اللي سواء للأم أو للبيبي. ده فجأة كل الضغط سطاي بسنت كل حاجة في البيبي بالنسبة للعيان. عنده كل الكريتيريا، عنده الـ pH بتاعته 7، الـ basic cess minus 18 هو اللي كان حاجة اللي أجانس في الموضوع إن الـ neurological examination بتاعه كان جريد، ما كانش واضح إن هو جريد، لحد ما العيان نفسه نطق وقال أنا بكون بولز يا جماعة خلاص انتهيت، العيان ده فين؟ كريتيريا إيه؟ عاوز أقول إن الكريتيريا دي هي المشكلة دايماً في التشخيص العيان، لأن الكريتيريا إيه؟ زي ما قلنا الأرقام لا تنسى زي المراية pH 7 pH 7 ده رقم دي برضه، انا من اول ما اقل من 7 بنبدا نسقع من 7 هو 7 خلاص. لكن النيورولوجيكال اكزاميشن الاماكن اللي بيبقى فيها منهم بيجي للاسف عادي قوي، لو حد ما سقعش يقول لك بس النيورو بتاعه ما كانش في السبجكت يبقى انا بقول حاجه الدكتوره بتقول حاجه، لا اقول له عيانه انا هاجي تقول لي لا النيورو انا عشان كده ما سقعتش ولا نفس الشخص اقول لا انا ممكن ما سقعش. فدايما علشان كده مهم جدا في العيان. طيب ثاني نقطه، معنى كلمه ان العيان ده كونفانس يبقى هو بريك تاني او سبيكت بتاعه وبعدين بعد شويه دخلت عملت فور اب عملت سكولينج عشان اتاكد الكريتيريا دي مظبوطه ولا لا. احنا بره لما كان العيان بيبقى محتاج بس ادريس الريسيستيشن ولا الضغط بتاع لما العيان بس بيحتاج ادريس الريسيستيشن بيحس ان شكله كويس ومفيش اي حاجه كنا بناخد عينه من تمام